شلون من الانواع الشعر؟ اكو شعراء يقولون المهوال من المعيب ان يصعد على منصه الشعراء، المفروض الميدان هو يكون مكان والشاعر له مكان الخاص، شنو رايك بصراحه؟ والله بصراحه ما له دخل بهم. ليش؟ نعم انا اريد رايك انت، وي هذا وي هذا. انا ضد هذا، هو شاعر. يعني انت وين المهوال على المنصه لو وين المهوال بالميدان؟ اي ماكو مشكله، لان هو شاعر. انت بتجي للهوسه هسه تلقاه هسه حاليا بهذا وقتنا تلقاه هوسه قصيده بس مخليها ربط. نعم تلقى يقرون قصيده كامله على المنصه يخليها ربط، وورا يوم يقراها بالميدان، ماكو مشكله خليه يقراها على المنصه. نعم. يعني اذا هو ما يربط تصير قصيده، بس قصيده بدون ربط، ماكو هوسه. مو شاعر لبوذيه حصرا على المنصه؟ مو شرط. مو شرط. مو شرط. مو شرط. اذا نرجع للهزوجه، نعم تحب الهزوجه؟ هذا اللون تحبه؟ اكيد احبه. انا احب الشعر بشكل عام، كل الوان الشعر شعر احبه. كتبته كلون من الوان الشعر؟ اكيد كتبت. كتبته؟ نعم. ممكن نسمع؟ صار. يقول من شفتك وحقك تيه الدرب، ما اقول لك متت بس انخمش قلبي. الله شنو نقض الدرب بس التفات تروس، لو ادلنا قربك لو تجي القرب. الله الله. ان كان تريد موالم حتى هدوم قدار عليه. الله الله يسلم. الله شلون شلون تنعادها. من شفتك وحقك تيه الدرب، ما اقول لك متت بس انخمش قلبي. الله شنو نقض الدرب بس التفات تروس، لو ادلنا قربك لو تجي القرب. الله ان كان تريد موالم حتى هدوم قدار عليه. الله هاي الحرفنه حرفنه مهوال.